إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه واعبدوه ولا تكفروه، اشكروه على نعمه الكثيرة، وأكبر نعمة هي نعمة الإسلام التي بعث الله تعالى به عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. وبهذا الإسلام صارت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مباركة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم خير أمة، إنكم توفون 70 أمة من غيركم. عباد الله، إن مما خص الله تعالى هذه الأمة المحمدية شهر رمضان المعظم الذي ميزه الله تعالى بمزيد من الشرف والهبات والهدايا من عنده والنفحات، حيث تزيد فيه الطاعات وتقل فيه مجالات الشر والسيئات. إن رمضان هو شهر القرآن الكريم وزمن التنافس على كسب الحسنات والإكثار من الجود والصدقات. إن شهر رمضان يعلم الصائمين التقوى، ومعناها أن يجعل المسلم وقاية من النار والمعاصي بينه وبين نفسه. إن التقوى أن تجعل بينك وبين النار وقاية، ووقاية من الشر، ووقاية من الأخلاق السيئة، ووقاية من الشياطين. شهر رمضان الدعاء فيه مستجاب، شهر رمضان هو شهر الانتصارات والبطولات، شهر رمضان يعلم المسلمين الوحدة والنظام، ويقوي أواصر المحبة والإخاء والعطف والألفة، حيث يشعر المسلم الصائم بشعور المحتاجين ويحس بجوع الجائعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا قدر شهر رمضان، واجتهدوا فيه على كسب الحسنات والابتعاد عن السفاسف
والسيئات. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، بعد ساعات قليلة سيستقبل المسلمون شهرا عظيما، إنه شهر رمضان المبارك الذي فرضه الله تعالى علينا، فعلينا أن نستقبله استقبالا حسنا. والاستقبال الحسن يكون بتعلم أحكامه وفوائده وفضائله. فرمضان صيامه ركن من أركان الإسلام، فهو عبادة لله تجب على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، بالغ عاقل صحيح غير مريض، مقيم غير مسافر. وتزيد المرأة بأن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، والمسلم يصوم ويمتنع عن المفطرات من أكل وشرب وجماع وغيرها من المفطرات من الفجر إلى غروب الشمس بنية. ما هي المفطرات؟ المفطرات أولا الأكل والشرب عمدا، ثانيا الجماع، فمن جامع في نهار رمضان عمدا فقد بطل صومه فعليه القضاء مع الكفارة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. ثالثا من المفطرات إنزال المني عمدا، رابعا القيء عمدا، خامسا خروج دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. أما ما لا يفطر فقطرة العين والأذن لا تفطر، الكحل في العين على القول الراجح أنه لا يفطر. ثالثا المضمضة والاستنشاق ولو في غير الوضوء ولكن بدون مبالغة لا تفطر. رابعا ذوق الطعام من غير بلعه لمن احتاج إلى ذلك. خامسا استعمال السواك، وأما معجون الأسنان فالأفضل اجتنابه إلى الفطور، إلى ما بعد الفطور وبعد السحور وقبل دخول الفجر. سادسا الغسل بالتبرد، هذا جائز، والسباحة، لكن على السابح أن يحتاط حتى لا يدخل شيء من الماء إلى جوفه. سابعا العطر، جائز وليس مفطرا. ثامنا الاحتلام، من كان نائما فاحتلم فصيامه صحيح وعليه أن يغتسل للصلاة. تاسعا الدواء البخاخ لأصحاب أمراض الربو، فصيامه صحيح ولا يفطر ذلك. عاشرا الحجامة لا تفطر، والأفضل تأخيرها إلى الليل. أما آداب الصيام فنوعان، واجبة ومستحبة. من الواجبة العبادات الواجبة كالصلوات الخمس وترك المحرمات والمكروهات، ومن العبادات الواجبة النفقة الواجبة والأخلاق الحسنة. وترك المحرمات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري.
والزور هو كل قول أو عمل يخالف الإسلام، فيترك المسلم الكذب والسرقة والغيبة والنميمة وشرب الدخان والشمة والأرجيلة والنظر المحرم والغش والخداع والغضب والسب والجهل والاقتتال وسماع المحرمات والإسراف في النفقات وتضييع الوقت فيما لا يفيد، الإهمال والفوضى، الكسل وكثرة النوم من غير حاجة، وكثرة الأكل فوق الحاجة، والشكوى من التعب والجوع ومن رمضان، وكذلك على التجار أن يتقوا الله وأن يتركوا كي الناس بالغلاء فاحش. يا للعجب، نرى الكفار في مناسباتهم الدينية أو الوطنية مع أنها مناسبات باطلة يرخصون أسعار الفنادق، يرخصون أسعار الطائرات والرحلات والأكلات. أما المسلمون إلا من رحم ربي، ففي رمضان يكون الناس بغلاء الأسعار. تجد التاجر اشترى خبرة بالأمس أو قبل يومين من رمضان، فمجرد أن يدخل رمضان يضاعف السعر. أيها المسلمون، هذه هي الآداب الواجبة على الصائم. أما الآداب المستحبة فالسحور وتأخيره، ثانيا تعجيل الفطور ويكون على رطبات أو تمرات أو قليل من الماء، ثالثا كثرة قراءة القرآن الكريم، ويا حبذا أن يختمه المسلم مرات ومرات، رابعا ملازمة المساجد لكي يحفظ المسلم صيامه، خامسا كثرة ذكر الله وكثرة الدعاء، سادسا الإكثار من الجود والصدقة. وأنبه إلى أن الإكثار من الجود والصدقة يدخل فيه تسهيل معاملات الناس، وكذلك أبشر المرأة التي تهتم في بيتها بطعام الصائمين، هذا لها أجر عظيم على ذلك، لكن بدون إسراف، فعليها أن تحاول أن تجمع بين قراءة القرآن الكريم وإعداد الطعام حتى تأخذ الأجر كذلك مع الصائمين من أهل البيت. سابعا من الآداب المستحبة العمرة في رمضان لمن استطاع، فهي تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثامنا إفطار صائم، على المسلم أن يحرص أن يفطر الصائمين. تاسعا قيام الليل ومنه صلاة التراويح. عاشرا من الآداب المستحبة إذا أغضبك إنسان أو أراد أن يقاتلك أو سبك فقل له إني صائم. أيها المسلمون، إن الحكمة من الصيام هي التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام ليس عادة من العادات أو تقليد من التقاليد، الصيام مدرسة للتدرب على الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة والابتعاد عن السيئات والابتعاد عن سفاسف الأمور والابتعاد عن الأخلاق السيئة. هذا التدرب مدته شهر، ثم في نهاية الشهر يتسلم الصائمون جائزة، جائزة وهي شهادة للنجاح مكتوب فيها فلان قد غفر له وهو من المتقين وقد عتق من النار. وهذه المكتسبات تبقى مع المسلم بعد رمضان حتى يكمل مسيرته طول السنة بالأعمال الصالحة
والأخلاق الحسنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم وفرج عنهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والزلازل والزنا والمحن والفتن والمضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه ايمانا واحتسابا كما تحب وترضى يا رب العالمين. وابعد عنا كل ما يفسده او ينقصه يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن العمل ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا يا رب العالمين. اللهم غير احوالنا الى احسن حال في الدين والدنيا والاخره يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا ومشايخنا وكل من له الحق علينا من المسلمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.